اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وال محمد واللعن الدائم على اعدائهم ومنكري فضائلهم ومظلوميتهم من الاولين والاخرين الى قيام يوم الدين. اللهم امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حديثنا اليوم حول قضيه باتت من القضايا الخطيرة جدا في المجتمع الإسلامي في المجتمع العالمي بصورة عامة لكن دائما نصب حديثنا حول المجتمع العراقي في أحد الحلقات السابقة تحدثنا عن قضية مهمة وهي قضية خلط المفاهيم أن الإنسان يخلط بين مفهوم ومفهوم آخر وبالتالي نتيجة هذا الخلط بالتالي من يبني أفكاره يبنيها على مفهوم خاطئ أو فهم خاطئ لمفهوم معين تحدثنا في محاضرة في حلقة سابقة حول هذا السبب اليوم نتحدث عن قضية خطيرة سببها شنو؟ سببها خلط المفاهيم في الفهم للقضية المطروحة شنو الموضوع اللي نتحدث عنه؟ موضوع هو ظاهرة التسول ظاهرة الاستجداء هاي الظاهرة اللي يعاني وتعاني من عدها كل مجتمعات العالم بلا تمييز. كل مجتمعات العالم الان، المجتمعات الراقية، المجتمعات كما يعبرون عنها في دول النامية، في دول العالم الثالث، في الدول المتقدمة، كل هاي المجتمعات تعاني من قضية التسول. سبب التسول مو الحاجة للانسان الذي يستجدي المساعده من الناس، سبب التسول هو التقصير اللي الناس تقع فيه مما يؤدي الى بروز هذه الحاله. خلط المفاهيم وين صار؟ خلط المفاهيم الناس خلطت بين مفهوم المتسول وبين مفهوم السائل من تجي وتقول الواحد انه يا اخي ما يجوز لا يصح لا يجوز حرام ان تعطي اموالك لهؤلاء المتسولين في الشارع طبعا المتسولين الان انتشروا في كل مكان في الشوارع في تقاطعات الشوارع في الجوامع في القاعات المناسبات في اي مكان يخطر في بالك تلقى هذه الظاهره فالقضية صار هناك خلط بالمفاهيم الناس ما تقدر تميز بين مفهوم المتسول وبين مفهوم السائل فمن تجد تقول الإنسان لا يجوز لك إعطاء المتسول من هذا المال مباشرة شنو جوابه مولانا الله سبحانه وتعالى يقول وأما السائل فلا تنهر وينسى قول الله جل وعلا ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. لابد يصير عندنا تمييز بين المفاهيم. الله سبحانه وتعالى يوصي بالسائل، النبي صلى الله عليه واله يوصي بالسائل، الإمام صلوات الله وسلامه عليه يوصي بالسائل. لكن المتسول لا يوصون به. راح نتحدث عن الروايات اللي تنصب في هذا الجانب، لكن احنا نريد نبين فت قضيه معينه في هذا الموضوع. الناس اللي ظهرت اللي بدات تزاول هذه المهنه، طبعا صارت هي عباره عن مهنه ومهنه رذيله، مهنه سيئه، مهنه مشينه. ما عندك من الفاظ سيئه تعبر بها عن هذا الفعل فعبر، عبر بما شئت. الناس بدات تبتكر صور أو المتسولين بدأوا يبتكرون صور أيضا لا تخطر حتى على بالي الإنسان العاقل. لذلك لابد من التحذير من انتشار مثل هذه الظاهرة. هسه إذا واحد يسأل يقول شنو الضير من إنسان بحاجة وهو يستعطف الناس لسد حاجته. شنو الضير من ذلك؟ أو بتعبير أوضح شنو الضير إذا أنطيت مقدار قليل من المال إلى إنسان يستعطفني؟ هسه هذا الإنسان إذا كان محتاج أو غير محتاج، المهم هو استعطفني وأنا أنطيته مقدار قليل. الجواب لابد أن تركزون في الجواب. الإنسان مرات نتيجة مثل ما قلنا خلط المفاهيم، نتيجة خلط المفاهيم يحسب ان ما يفعله ما يعمله ما يقوم به يحسبه من الاعمال الحسنه التي سيثيبه الله عليها مع ان افعاله من الافعال المشينه او السيئه التي قد يحاسبه الله عليها قضيه التقرب الى الله بالصدقه مطلوبه لكن لابد ان تعلم ان هذه الصدقه تصل الى صاحبها المحتاج فعلا. راح نذكر مساوئ وجود مثل هذه الظاهره، مساو وجود التسول في مجتمعات العالم كلها، لكن احنا مثل ما قلنا نختصر على المجتمع العراقي. راح نذكر مساوئها في نفس الوقت ما راح نحرم المؤمن، ما راح نحرم الانسان العاقل. من ثمار التصدق هم نذكر الحل لان يكون الانسان مطيعا لله سبحانه وتعالى في هذه المساله شنو مساوئ التسول اللي موجوده؟ اول سيئه من سيئات التسول اللي الانسان يساعد عليها بالاعطاء لانه ما الانسان يعطي ما تجد انسان متسول في الشارع لكن انت تنطي قاعد الظاهرة تتفاقم وتتفاقم وتتفاقم لدرجة أنه وجدنا في بعض الأحياء أحياء العراق بعض مناطق العراق أن المتسولون بدأوا يطرقون الباب على الناس يعني ما مكتفين بأنه المارة هي اللي تتصدق عليهم لا لا بدأوا يطرقون الباب على الناس يستعطفونهم بشتى انواع الاستعطاف والصور التي لا تمت الى الصله بحقيقه. مثلا اول سيئه من سيئات الاعانه على التسول، الاعطاء لانسان انت لا تعرف انه هل فعلا مستحق او غير مستحق. اول سيئه هو دفع هذا الإنسان إلى التراخي في العمل والاتكال على الآخرين في سد حاجته وتشوف إنسان يستطيع العمل إنسان قادر على تحصيل رزقه لكن لأنه مع مرور الزمن أعطيته مرة ثم مرة ثم مرة بدأ يتكاسل وينتهي الحافز في داخله للجهد والعمل ويعتمد فقط على السؤال والإعطاء أذكر هذه الحادثة ويانا إحنا شخصيا في يوم من الأيام أحد الأشخاص في مكان معين بدأ باستعطاف الناس لإعطائه قليل من المال دزيت عليه تفضل يمي بالمكان تقعد ليش تسوى هيك قضية؟ ليش أنت تستعطف الناس مع أنه أنت قادر على العمل بعد التحقيق وجدت أن هذا الشخص كان يعمل لكن استراح لقضية التحصيل المالي بلا جهد والسبب بعض الأخوة وأنا اتصلت بهم بعض الأخوة هم اللي بدوا يقدموا ليد المعونة مرة تلو مرة تلو مرة وبالأخير ترك عمله وبدأ يعتاش على هذا الأمر بدل ما انه انت ساعدته، وأخذت بيده إلى ساحل النجاة، دفعته إلى أعماق البحر حتى غرق فيه. لذلك يكون الإعطاء بغير فطنة، الإعطاء بغير إصابة للصواب، راح يدفع الإنسان إلى ترك عمله، أو أصلاً لا يحاول أن يفكر بتحصيل قوته من كد يده ويعتمد على الاعطاء هنا وهناك. هذا اول سيئه من السيئات التي تترتب على اعطاء الانسان او التصدق على الانسان غير المستحق او المشكوك فيه. النقطه الاخرى انت ايها الانسان، انت ايها المؤمن، تحاسب امام الله عن مالك. وذكرنا هذه الروايه التي تقول ان الانسان لا يجوز على الصراط حتى يسال عن اربع من ضمن هذه الاربعه عن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه راح تتحاسب يقولوا لك هذا المبلغ من المال اللي اعطيته لفلان من الناس كصدقه تحسب انك قد حصلت على اجر فيه؟ الظاهر المفروض انا احصل اجر. يقولون لك لم تحصل على اجر بل حصلت على اثم. ومن اين جاء هذا الاثم؟ على الاقل انك اعطيت مالك في غير موضعه او سهلت لهذا المستعطي سهلت له التقاعس عن العمل. وكنت انت السبب في عجزه وعدم سعيه لكسب رزقه. هذه نقطة أخرى، نقطة سيئة أخرى في هذا الموضوع. نقطة أخرى في هذا الموضوع أيضاً من سيئات هذا العمل، من سيئات هذا العمل أن أموالك التي تعطيها لهذا الشخص في الشارع، في تقاطعات المرور، في الأسواق، في الجوامع، في أي مكان. أنت تعطيها له ولا تعلم ماذا يصنع بها هذا الشخص يسد أس... رمقه فعلا أم ينفقها في غير مرضات الله وحوادث الحوادث في هذا الموضوع كانت كثيرة جدا خصوصا الآن بين في فينة وأخرى يظهر لنا الإعلام ويقول بأنه أمرأة رجل قد فارق الحياه وكان يعيش على الاستجداء فوجدوا عنده مبالغ طائله تصل الى مئات الملايين، من اين حصل على هذا؟ منك ايها الانسان الذي اختلطت عندك المفاهيم وتظن بانك تساعد هذا الشخص على النجاه مع انك قد دفعت به الى الهلكه. هذه نقطه اخرى انك لا تعلم مالك أين يذهب؟ نقطة أخرى وهي سيئة جدا بل من أشد أمراض هذا الظاهرة، هذه الظاهرة، هذا الفعل. يعلم الكثير بل يعلم الجميع أن هذه الظاهرة صارت عشا وبيئة لظهور عصابات خارجة عن الإنسانية قبل أن تكون خارجة عن القانون، عن الإنسانية بدأت تستغل هؤلاء الأفراد الذين دفعهم العوز أو دفعتهم ظروف الحياة أو دفعتهم ظروف المعيشة مع أهاليهم دفعتهم للخروج عنهم فهذه العصابات الخارجة عن الإنسانية استغلت حاجتهم فأجبرتهم على العمل بهذا السل بهذا الطريق بل أن بعض عصابات الخارجة بدأت تخرج حتى عن حد الحيوانية اجلكم الله بدأت تستغل اناس لهم عوز يستاجرون اطفالهم صغارهم حتى يستعطفون الناس في الطريق هذه ظاهرة جدا خطيرة انت الان ايها المخاطب انت تظن بانه المبلغ القليل الذي تدفعه حسب عملتنا العراقيه ال 250 دينار مثلا الألف دينار اقل مبلغ موجود هي هذه ال 250 دينار تظن انه هذا شيء قليل وهذا ما ياثر لكن هذا القليل قد يكون سبب في هلاك اسر وشوف الانسان اللي ماشي بهذا الطريق إذا ما كان مرتبط بمجموعة أو عصابة لتحديد أو للعمل إذا كان يعمل لنفسه تجده يجبر أولاده على هذا العمل يجبر زوجته على هذا العمل يجبر المرتبطين به على هذا العمل وتجد أن أمواله التي تتراكم عنده إما أن ينفقها في غير مرضاة الله أو يقوم بخزنها ولا ينفقها حتى يوافيه الأجل فيحسب الإنسان الإنسان يحسب أن ما ينفقه من قليل لهؤلاء المستعطين في الشوارع والطرقات هذا الأمر جيد وإن لكنه أمر في غاية السوء ويضر في المجتمع بصورة عامة ويضر بالإنسان المستعطي بصوره خاصه ويضر بك ايها المعطي بصوره اخص بالنتيجه بالنتيجه انت من جهه اردت ان تساعد ولكنك في الحقيقه قد اضريت بكثير من ابناء مجتمعك بل اضررت حتى في مجتمعك الان قد الانسان السائل يقول الشارع المقدس أمرنا كثيرا بالصدقة بل أن الروايات في الصدقة كثيرة جدا وفوائدها عظيمة الصدقة تدفع البلاء المبرم من السماء الصدقة تطيل العمر الصدقة تستنزل بها الرزق وكثير من هذه الروايات إذا كنتم أيها المتحدث في هذا البرنامج تقول لا تعطوا لمن في الشوارع. لا تعطوا لمن في الطرقات. لا تحاولون ان تساعدوا من يطلب منكم المساعده باخذ المال. شلون راح احنا نحصل على اجر الصدقه؟ شلون راح ندفع البلاء بالصدقه؟ نحصل الرزق بالصدقه. نصل الرحم بالصدقه، كيف؟ الجواب جدا واضح جدا سهل كل انسان يسمع الان ليجلس جلسه بينه وبين نفسه ويفكر هل من المعقول انه لا يوجد بين اقربائه صله رحم صله رحم بين اقربائك معقوله ما موجود واحد يستحق ان تساعده ما معقولة لأن ليس من المعقول أن يكون جميع أقربائك في المستوى المعيشي أو المالي من طبقة واحدة بعض الأشياء مخزية جدا تجد إنسان يتصدق بالشوارع ويعطي لغير المستحقي ويتفاخر في ذلك ولكن لما يسأل عن أقربائه تجد أن في أقربائه من القريبين أو من البعيدين من هو مستحق للصدقه مع أن النبي صلى الله عليه واله في وصيته لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول له يا علي لا صدق وذي رحم محتاج. يعني أنت من تتصدق وتحاول تحصل على الأجر راح تحصل على السيئات على الإثم، لماذا؟ لأنه هناك من ذي رحمك من هو محتاج. إعطاء المساعده لذي رحم أولاً راح تحسب صدقه. ثانيا تحسب لك صلة رحم ثالثا تساعد على الحد من هذه الظاهرة في المجتمع أصلا ستقضي على هذه المجتمع تقضي على المتعيشين على قضية التسول تقضي على ظاهرة التسول تقضي على حتى عصابات إذا ما وجدت بيئة مناسبة هاي العصابات اللي موجودة إذا ما وجدت بيئة مناسبة بالتالي راح تترك هذا العمل أنت قاعد تساعد لو فرضنا انسان ياتي يقول انه اني ما عندي واحد من اقربائي يحتاج الى صدقه هذا فرض المحال ولكنه ليس بمحال نقول له وليس من المعقول ان لا يوجد في منطقتك من تعرف انه انسان محتاج ولو سلمنا ليس من المعقول انه لا يوجد لديك صديق او معرفه هو محتاج، ولو قلنا ان ذلك ايضا غير موجود، هؤلاء الاصدقاء لديهم اقرباء، لديهم معارف محتاجين، والا اذا لا في رحمك محتاج، ولا في منطقتك محتاج، ولا عند اصدقائك محتاج، هؤلاء الذين في الشارع من اين جاؤوا؟ من اين جاؤوا؟ يقينا هؤلاء عندهم معارف عندهم أقرباء عندهم أصدقاء يقينا عايشين في منطقة هذا شيء مفروغ من عنده إذا واحد سأل سؤال يقول أنا أعرف عدة أقربائي محتاجين لكن أتحرج أتحرج أنه أعطيهم كذا تستطيع بأي أسلوب الآن مثلاً الآن مثلا متطلبات الحياة كثيرة وحدة من متطلبات الحياة اللي موجودة الحاجة إلى المولد الخارجي مال الكهرباء أنت تدفع كهرباء صدق خلي في بيتك في صندوق لجمع الصدقات كل يوم أنت أيها الانسان كل يوم تريد تدفع البلاء عنك تروح تطلع بالشارع تصدق وشي... و... وأمام الناس أنا هو أنا أدفع بلاء قبل ما تطلع من البيت ضع مبلغ من المال في هذا الصندوق في نهايه الشهر افتح هذا الصندوق المبلغ اللي موجود به المبلغ اللي موجود به تصدق بها على ذي رحمي اما تتصدق به سرا والانسان المحتاج يقبل او تتصدق به بطريقه اخرى ترفع عن نفد كاهل من العبء من الاعباء اللي موجوده في المجتمع كهرباء ما ايجار مطعم ملبس مأكل صحة تدفع به اللي تقدر عنه هذا كل ما موجود هناك مؤسسات مرتبطة بمرجعيات محترمة تستطيع أن تستعين بها لا تغلق الأبواب بوجهك أبدا موجودة الطرق التي تستطيع بها أن تتصدق موجودة هاي الطرق العجيب مو هنا العجيب أنه الكثير من الناس يجون يسألون سؤالهم شنو في الحق الشرعي مع أن الحق الشرعي واجب في الحق الشرعي يصير أنطي لابني يصير أنطي الأختي يصير أنطي الأبوي العجيب هذا يا أخي ابنك أختك أسأل ابن واجب النفقة أختك مثلا زوج أختك هذول مو واجبين النفقة عليك لكن هؤلاء لماذا لا تعطيهم من حر مالك يعني انت الان لو بتكفل بمعيشتهم في نهايه السنه راح يكون الحق الشرعي عليك قليل وليش تفكر فقط تعطيهم من الحق الشرعي ومن ترجع لغيرهم تنطيهم من الصدقات هاي قضيه كلش خطره الان الموجوده في الشارع الظاهره هذه الموجوده في الشارع اذا واحد هيك يسوي فد استقراء أو سوف الجولة، جولة في الشارع ويشوف الظاهر اللي موجودة. راح يشوف أناس استغلوا حاجة الناس. يعني في ظاهرة من الظواهر مثلاً راح ننقلها موجودة في الشارع الآن موجودة. في يوم من الأيام أحد المحتاجين صارت عدة ظروف أنه يحتاج إلى عملية كبيرة، عملية زرع كلى أعتقد. فاحتاج إلى أنه هذا المبلغ تعرف العراقيين في هذه الجهة حقيقة يفخر بهم. فجمعوا له المبلغ من المال وانطوا الآن يمكن ماكو محافظة. يمكن في المحافظة الواحدة تلقى أكثر من تقاطع، تلقى ناس موجودين في هذا التقاطع ورافعين لافتة أنه هناك من يحتاج إلى هذه طريقة لقطع سبيل المعروف. أنت تجي تنطي ضاعت المسألة. بدل ما انت وضعت فلوسك اموالك في موضعها شجعت هذا لا, لا الاعجب من ذلك في احد الاخوه ينقل له هاي القضيه يقول بعض احد الاصدقاء او في منطقته يمكن جاره يمتلك سياره قديمه جدا شاف بالاذاعه بالتلفزيون شاف انه واحد احترق سيارته والناس جمعت له مبالغ هذا الاخ ايضا راح اخذ سيارته في احدى التقاطعات واضرم النار فيها حرقها في سبيل يحصل على مبالغ وفعلا يعني ينقل الخبر لصديقه صديقة يقول له انا سيارتي كانت تجيب لي 1200 دولار يقول له انا حصلت من حرقتها وناس جمعت حصلت لي بحدود 6000 دولار يعني خمس اضعاف مبلغها هذا فرح بما فعله لكن لا يعلم بانه في المستقبل قطع سبيل المعروف يجي يوم من الايام واحد محتاج لهذه القضيه الناس ما راح تنطيه. على اي حال ابتكارات وفنون الناس كثيره جدا. لابد للانسان ان يكون فطن ان يكون ذو عقل ذو لب فيميز بين الصحي والخطا. نقلنا روايات في احد الحلقات عن سوء الظن بالناس اذا غلب في الزمان غلب اهل السوء او اهل الفجور على اهل الخير معنى الروايات فان حسن الظن لا يحل النبي صلى الله عليه واله يقول احترسوا من الناس بسوء الظن احنا الان في زمن اعتقد اهل الجور اهل الضلال مو فقط هم المتغلبين والمسيطرين لا لا بل هم الاصحاب القرار اصلا أصحاب القرار صار هؤلاء النماذج، فكون الإنسان يصل إلى مرحلة من الفطنة يحسب لأي فعل ألف حساب. القضية خطيرة من جهة وسهلة من جهة أخرى. خطيرة إذا صار عندنا تساهل بالموضوع. خطيرة بهذا الجانب، إذا صار عندنا تساهل بهذا الموضوع. خطيرة أنه حتى بعض خاصة في العراق الآن في العراق الآن تجد في بعض التقاطعات في بعض الشوارع أناس ليسوا عراقيين أصلا من دول أخرى ويأتون إلى العراق يمتهنون هذه المهنة هذه المهنة يمتهنون أنقل حادثة جرت لأحد أصدقائنا بمحضرنا يعني في أحد التقاطعات وفي وقت متأخر من الليل وجد امرأة تقوم ببيع هذا الكلينس علب الكلينس تقوم ببيعها فالاخ نده عليها صاحلها حجية ايش عندك هنا قالت له انا صاحبة ايتام وعائلة وكذا وهذا كسب رزقي قالها حجية هذا القضية تعبيك وانت امرأة كبيرة وهذا ليل يعني ليل خطر فكان الرجل هذا بيته قريب قال لها شوف هذا الشارع باللفظ بالدقه شوف هذا الشارع قالت له نعم قال فوتي بي باكر الصبح بس يسئلي بيت فلان ابن فلان راح يوصلونك الي في هذا العمل وانا شهريا انطيك مرتبك شهريا مرتبك علي جزاك الله خير الله يكثر من أمثالك هذا الدعاء اللي هم دائما يدعون به رحنا يومين ثلاثة أيام عزيزي حجينا جتك المرة قال لا ما جتني المرة تعمدنا وراء ستة أيام أو سبعة أيام أو ثمانية يعني يمكن أسبوع أكثر من أسبوع بيوم أقل من الأسبوع بيوم رجينا من نفس الطريق وجدنا نفس المرة صاحلها إجت إجت هذا شاهد عيان إحنا بالقضية حتى حتى الانسان يعرف يعرف ان هؤلاء اغلبهم ما مستحقين، اغلبهم انما يستغفلون الناس، انا حقيقه ارى ان من يعطي هو مغفل. مغفل من جهتين مغفل لان هذا الطالب من عنده ضحك عليه استغفله هاي من جهه، ومغفل من جهه اخرى انه اقربائه المحتاجين، اهل منطقه المحتاجين لا يساعدهم. مغفل من جهتين. وسيحاسب امام الله من هذه الجهه عن المال الذي انفقه لماذا انفقته في هذا الجانب مع ان هذا الجانب غير مستحق وعن المال الذي منعه عن الجانب المستحق من جهتين راح يحصل سيئات المهم فرجعنا لنفس المكان وجدنا نفس المرأة حجية السلام عليكم عليكم السلام احنا مو قلنا لك تجين للبيت وتاخذين راتبك كل شهر وتبطلين من هاي الشغله؟ جوابها شنو؟ جوابها قالت لا انتم الراتب راح تعطوني اياه ما راح يكفيني. الرجل ايش انت تعرفين ايش قد راح انطيك؟ قالت له لا, لا ما يكفي، قالها راح انطيك تقريبا يعني في ذلك الوقت حتى احكيها بال بذاك بال... الوقت انطيك 250 دولار 300 الف كانت هسه الان قلت حسب تقلبات السوق قالت له إيه ما يكفي قالها 300 ألف ما تكفيش مع أنه الموظف بعض الموظفين اللي موجودين في العراق يحصلون هذا المبلغ قالت له لأ, لا ما يكفي بالتالي افتهمنا افتهمنا أنه هذه المرأة أصلا هذه القطاع هذه العلب مال كلينس ما, ما تخلصهن لأنه الناس تجي تطيها الفلوس وما تأخذها فاستعظمت استطعمت هذه القضية وبقت قاعدة في هذا المكان والكثير من واي انسان يريد يحاول خل اي امراه يجدها وي... ويستعطفها رجل ابن امراه طفل وهذا ال... هاي الطامه الثانيه مال الاطفال اللي انه بدات العوائل تطلع اطفالها للشوارع تطلع اطفالها للشوارع وتشوف التقاطعات مليئه بالاطفال مليئه بالاطفال اولاد ذكور واناث هذه الطامه الكبرى هذا المجتمع راح ينهار بالتالي انت اللي ساعدت على استفحال هذه القضية أنت مو بس ملام أنت بالتالي راح تنكوي بين هذه النار أي واحد الآن موجود خلي يشوف أي أمرأة أي طفل موجود يابا هذا الطفل شبيه ليش طلعته من المدرسة راح يقول لك والله مصاريف وكذا يابا رجع للمدرسة وأنا أتكفل بدراسته مصرف اليوم مش قد إلا مصرف اليوم ألف دينار خمسمائة دينار أو جنطة أنا أشتري لها والكتب أنا أشتري لها وملابس أنا أشتري لها للمدرسة كن واثق ما راح يقبل كن واثق ما راح يقبل وإذا قبل ظاهرا فبس مجرد يراويك الصورة وبالتالي يرجع الطفل إلى نفس المكان من اللي ساعتهم على هاي القضية؟ ساعتهم اللي الناس اللي تستصغر أو تستقل من الإعطاء القليل بالتالي هو هذا انحرف عن الطريق النتيجة النتيجة والطامة واللي نكررها دائما واللي الناس يا ريت يا ريت تصل إلى مرحلة اليقين بها هذا كله نتيجة مخالفتنا لتعاليم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه شوفوا روايات أهل البيت بما تتحدث احنا دائما يمكن ولا حلقة من الحلقات إذا ما ذكرنا روايات أهل البيت ولا خيرة في كلام أو في مقام أو في مكان لا يذكر فيه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه لأنهم قد تكلموا وتحدثوا وقالوا في كل شيء النبي صلى الله عليه وآله حتى يشجع الناس على العمل وعدم استعطاء والاستجداء من الآخرين يقول من أكل من كد يده يروح يشتغل يروح يعمل قليل كثير يعمل الله سبحانه وتعالى يفتح له الرزق يعمل يقول من اكل من كد يده كان يوم القيامه يوم القيامه اللي الناس تبحث عن القشه حتى تتمسك بها يقول هذا الانسان اللي يتعب ويعرق في سبيل انه يطعم نفسه واهليه وذويه من عمله يقول كان يوم القيامه في عداد الانبياء عجيب الانبياء نعم في عداد الأنبياء ويأخذ ثواب الأنبياء حتى يشجعه على قضية العمل أين الإنسان الذي يقدر يوصل إلى مرحلة الأنبياء لكن النبي يقول لهذا قال اعمل القليل الذي تحصله من عملك خير من الكثير الذي تعيش فيه في فقر عمرك كله تعيش في فقر وأنت تملك الأموال لأن استطعمت قضية الاستجداء من الآخرين يقول النبي صلى الله عليه وآله استعيذوا أو استعفوا عفوا استعفوا عن السؤال ما استطعتم جد عندك قدرة أن لا تسأل الناس وإن كنت محتاج أن لا تسأل الناس ابتعد عن السؤال قول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه المسألة يعني السؤال من الناس المسألة مفتاح الفقر قبل قليل قلنا إنسان يعمل صح رزقه قليل لكنه يعمل من جاء بعض الأخوة على أنه يساعدوه يعينوه انقلبت القضية إلى غير ما يتوقع بدل أن يستمر في عمله وهؤلاء يتممون ما ينقص منه ترك العمل وبدأ يستطعم ويستصغر ويستسهل قضية الاستجداء. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: الذل في المسألة. وفعلا تجد إنسان مهما كان تجده إذا أراد أن يستعطف آخر يعيش في حالة من الذل والعياذ بالله غير ممكن لإنسان يحترم نفسه أن يعيش في أن يعيش فيها. جاء رجل إلى الإمامين الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليه يستعطيهم يعني بالعامية يقدم عندهم ماذا قال له الإمامان سلام الله عليهم يقولان له إن الصدقة لا تحل إلا في ثلاث أنت تريد طلبت من عندنا صدقة ترى الصدقة مشروطة ثلاثة قضايا يلا الصدقه من حقك تسالها الاولى دين موجع مطلوب انت الان في ذمتك دين وهذا دين موجع يعني الانسان الذي له حق عندك بدا يضغط عليك كثيرا لدرجه انك بدات تحس بالتعب الشديد منه بالوجع النفسي عند ذلك من حقك ان تطلب الصدقه الحاله الثانيه غرم مفضع يعني فد قضيه تحملت انت وزرها وصار في ذمتك مال لاخرين وهذا كون تسدده وما عندك سبيل اخر وضاق بك الحال عند ذلك من حقك ان تطلب الصدقه وفقر موقع وفقر انت فقير جدا بحيث ان الفقر وصل بك الى درجه انك لا تستطيع ان تسد رمقك. يقول هذه الحالات الثلاث الامامين هذه الحالات الثلاث فقط من حقك ان تطلب الصدقه حتى لا يقول الانسان انه شنو المانع انه نعطي الصدقه؟ الان الامام يقول في هذه الحالات الثلاث تحل الصدقه في غيرها لا تحل الصدقه. فانت ايها المعطي الآن لو كان هذا الشخص لا تحل له صدقة فعلت حلالا أم حراما أصلا أعنت على الإثم هو لا يحل له وأنت أعطيته أعنت على الإثم الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول من سأل الناس من سأل الناس وعنده قوت ثلاثة أيام أكل مال ثلاثة أيام من سأل الناس وعنده قوت ثلاثة أيام لعنه لقى الله يوم القيامة حيث يلقاه وليس على وجهه لحم كأنما أن الصور تتغيرت هيبة ومحيا الإنسان كله انحذف أو غادره وصار عبارة عن عظم فقط الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول إياكم والسؤال فإنه ذل في الدنيا وفقر تستعجلونه وحساب طويل يوم القيامه. حساب طويل يوم القيامه، فقر وذل وحساب طويل يوم القيامه. هذه روايات ائمه اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في هذه القضيه، نعود لنكرر ونضع كما يقولون النقاط على الحروف. خطابنا الآن ليس إلى المتسول المتسول هذا مهنته أصبحت وإن كانت مهنة رذيلة مشينة ذليلة ما شئت فعبر هذا لن يجدي معه الكلام خطابنا من؟ للي يحاول أن يفعل فعلا حسنا لكنه يسيء التصرف المعطي أنت نيتك سليمة تحاول أن تخفف عن الآخرين أوجاعه وهمومه وأثقال هذه الحياة لكن لما صار هناك خلط في المفاهيم في ذهنك وأصبحت لا تميز بين السائل والمتسول خرجت خرجت صدقتك عن محلها اللي مفروض تروح للسائل وانت وين خليتها انت وضعتها عند المتسول بدل ما تحصل ثواب الصدقة الآن أنت تتحمل وزر إعانة هذا المتسول على الإثم بدل ما تحصل ثواب الصدقة الآن انت تحصل وزر قطع صله الرحم لان امير المؤمنين في وصيه النبي صلوات الله وسلامه عليه اللي قدمناها يقول الإمام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لا صدق وذي رحم محوج او محتاج. انت من تنطي في الشارع، من تنطي في التقاطعات، من تنطي في الجوامع، من تنطي في المستشفيات اعنت على الاثم. وضعت اموالك في غير موضعها ساعدت في بناء شخصيه ذليله والمؤمن يحرم عليه اذلال نفسه اعنت على نشوء جماعات كالطفيليات تعيش على التطفل على الاخرين سببت في ضياع جهد لأن هذا المتسول راح يقعد، أنت راح تضيع جهده، ضياع جهد، ضياع مال، صورة أنشأت صورة مخزية عن مجتمعك، عن بيئتك، عن منطقتك، عن دولتك وفي المقابل حصلت إثم وصرفت أموالك في غير محل تبحث عن صدقة تدفع بها بلاء. تبحث عن صدقة تدر بها رزق تبحث عن صدقه تطيل بها عمر الجانب الاخر مفتوح رحمك صديقك قرابتك منطقتك كلها صدقه لا نحصر قضيه الصدقه بتسليم مال لمن؟ الى الفقير الان شارع منطقتك بحاجه الى اضويه مثلا هاي كلها صدقات الآن مستشفى من المستشفيات مدرسة من المدارس هيئة أو منشأة أو دائرة حكومية مرتبطة بتقديم خدمة إلى المواطنين تستطيع أن تقدم صدقة لكن أهم صدقة صدقة الرحم أهم صدقة صدقة الرحم يا أخوان إذا ما عندنا ثقة بالمقابل مثلا انا العجيب هذا انه انا بعض الشخصيات بعض الاشخاص اللي نتحدث وياهم نقول له اكو مؤسسه الفلانيه، المؤسسه الفلانيه، اكو الشخص الفلان، الشخص الفلاني يقول لا انا ما اثق بهم. عجيب هسه ما اثق بهم من حقك، كيف وثقت بالانسان ما تعرفه اصلا فمجرد شفته بالشارع وانطيته فلوسك؟ شلون ع... شلون صارت هذه؟ خلط بالموازين. خلط بالموازين. ما اثق بهم من حقك. انت سوي لك طريقة تضمن بأن أموالك تذهب إلى إلى مستحقيها، مثل ما قلنا صندوق حصالة قبل من كنا صغار كانوا يعلمون على أنه حتى من كنا أطفال يقولون يا يابا اكو حصالة وجمع بها أموالك، حصالة كل يوم كل يوم قبل خروجك للعمل، قبل خروجك من دارك تخلي صدقة فيها، في نهاية الشهر افتح هذه الصدقة معد من المستحبات أنه في بداية كل شهر بداية كل شهر أكو صلاة تصلى صلاة أول الشهر ويتصدق وتدفع صدقة نهاية أو بداية الشهر تخرج هذه الأموال أول ما يخطر في بالك أول شخص تفكر به رحمك. ولا يوجد أحد يستطيع إقناع آخر يقول أنا أرحامي كلهم أغنياء رحمك عندك رحم هذا رحمك تذهب زيارة صلة رحم الآن خاف واحد يقول يقول لا مو رحمي أنا ما يتقبل كذا زيارة ده. تروح الزورة هم زيارة رحم صلة رحم عدة تروح الزورة في أول يوم من الأيام الشهر تدخل علي بعلاقات هذه مأكل ملبس أي شيء صلة رحم رحمك الآن محتاج إلى علاج تقدر تقدم للعلاج بهذه الحالة تكون ضامن أن أموالك وصارت باليد المستحقة فعلا أموالك وصلت إلى من يحتاجها فعلا بالنتيجة النهائية بالنتيجة النهائية أنت حصلت الصدقة حصلت صلة الرحم وحافظت على المجتمع وحاربت ظاهره سيئه موجوده في المجتمع وقطعت على المتسلطين على المسيطرين على قضيه التسول والعصابات. نسال الله سبحانه وتعالى للجميع حسن التدبر فيما يريده الله سبحانه وتعالى منا وان يقوينا على ان نحافظ على هذا المجتمع وان نحافظ على كرامه الانسان انه سميع مجيب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته